بعد 5 شهور من نزول بلاك اوبس 4 تم اكتشاف لغز جديد لسكين خرافي ببلاد اوف ذا ديد، والسكين هاد راح يساعد الناس اللي ما حلوا اللغز انهم يحلوه، لانه يقتلك بروتوس او حارس السجن بضربة واحدة بس. فشوف الفيديو لتعرف التفاصيل. شارك حال شباب، معكم شركية وشركيكة. فعال شباب، هذا اللغز مو كامل، لسه الكوميونيتي ما اكتشف اللغز كامل. هو السلاح الكامل عصاي فيها 3 أحجار، راح تشوفوها هلأ. هاي راح اشرح لكم كيف طلعوها هلأ، بس السلاح الكامل انه هاي العصاي اللي فيها 3 أحجار تدمجها مع الشوكة الذهبية ويطلع لك سلاح جدا جدا رهيب. هاي الخطوة اللي لسه ما اكتشفوها. هذا الجيم بلاي للسلاح، ناس دخلوا فايلات اللعبة، لعبوا فايلات اللعبة على البي سي وقدروا انهم يطلعوا السلاح، بس ما قدروا انهم يطلعوا الخطوات لنطلعه. يعني فينك تلعب بالملفات اللعبة لتطلع سلاح، بس مو الخطوات لتطلع. مثل ما شايفين بيقتل الزومبي بضربة واحدة، جربوها لفوق الراوند 20-30، بيقتل الزومبي بضربة واحدة وبيقتل حارس السجن بضربة واحدة كمان. فهذا اللي لسه ما اكتشفوا كيف يطلعوه، بس اكتشفنا تقريبا 90%، بس باقي الخطوة الأخيرة. ففرصة حلوة صراحة للكوميونيتي العربي، إذا واحد منكم دخل وحاول يكتشف الخطوة الأخيرة راح انشر له، راح تلاقي اليوتيوبر الأجانب كلهم راح يذكروا إنه الكوميونيتي العربي أو هالشخص العربي هو اللي اكتشف الخطوة الأخيرة للتطوير. طيب قبل أبدأ بالشرح، أتمنى تدعموا الفيديو بزر اللايك، أتمنى هالفيديو يوصل 2000 لايك، تثبتوا لي إنه لسه بدكم محتوى الزومبي. لو أنا الفترة الأخيرة قاعد أحاول أغير محتوى القناة، بس لو إنه شفت فعلياً في دعم على الزومبي فلا بضل على محتوى الزومبي. فأتمنى الفيديو هدي يوصل 2000 لايك، ويلا خلينا نبدأ. طيب أول أشياء لتطلع هالسلاح، راح تحتاج انك تطلع البلندر جات سواء من البوكس او من الخطوات المعينه، بعدين تطوره للماجما جات او الاسيد جات، بعدين تحتاج الدرع وتحتاج تطلع التوموهوك. هالاشياء اظن كلكم يعرف كيف يسويها، اللي ما يعرف كيف يسويها راح تلاقي في روابط بالوصف تشرح لك كيف الاشياء كل. فمثلا ادلكم الدرع، التوموهوك والبلندر جات مطور. بس تطلع الاشياء كلها لازم بعدها تطلع الشوكة الذهبية، ولازم تطور التوموهوك للتطوير الازرق. هذا الشيء راح اشرح لكم كيف تسووه حاليا. طيب اول شيء كيف تطلع الشوكة الذهبية او المعلقة الذهبية، ما ادري شو صراحة، اظن معلقة ذهبية. المهم فالعليك تسوي اول شيء انك تبني الدرع. اول شيء لازم نسويه انه نطلع المعلقة الفضية، اظن كل اللي حل اللغز تعرف كيف، بس راح اشرح بشكل جدا سريع. تيجي على المنطقة هون من الماب، طلع الشيلد، راح تلاقي عندك 3 أرقام. هال3 أرقام بتيجي تحت عند الادراج او عند الدرج، وتحط هال3 أرقام اللي شفتها عندك بعد ما تشغل الكهرباء هون. فمجرد ما تحطها برا راح تلاقي ان هي رافعة، وهالرافعة فيها مثل حبال، بس لازم اول شيء تشغل الكهرباء بالدرع هون مشان تشتغل الرافعة. فالمهم بس يجيك الرافعة ارمي عليها التوموهوك، وراح تنزل لك ايد مقطوعة فيها المعلقة الفضية او الشوكة الفضية. فالمهم بس تطلعها، هلا لازم تعملها ابجريد للذهبية. اللي عليك تسوي تجي تحت السطح هون، تضغط مربع وراح تحط المعلقة الفضية جوا الحوض. وعليك بعدين تسوي انك تقتل زومبي على السطح سواء بالماجما جات او بالاسيد جات، لازم يكون مطور يا للنار يا للاسيد. تقتل عدد من الزومبي وراح تلاقي انه الدم تبعهم قاعد ينزل على الحوض. فالمهم بس يتعبى الحوض كامل بالدم، تعال هون اضغط مربع وراح تشوف انه الدم انشفط. بعدين عليك انك تشي على الشيء هذا الموجود هون وتكسر الحواجز هاي اللي شفتها، 4 حواجز مثل ما شفتوها من شوي، تكسرها وراح ينهار المبنى هذا. تجي ترمي التوموهوك وراح يجيب لك الشوكة الذهبية. طيب بعد هيك كيف تطور توموهوك للتطوير الازرق او تخليه الهيلث ريديمر، اظن اسمه ريتريفر بعد التطوير يصير ريديمر. فالمهم اول شيء لازم نطلع توموهوك العادي، مثل قلت لكم بكل بساطه تاكلوا 3 كلاب، اذا ما بتعرف في الشرح بالوصف. فالمهم كيف تطوره، لازم تجي على منطقه الكات ووك هون وتقتل بالتوموهوك باماكن معينه، لازم توقف نفس الاماكن عم واقف فيها انا. مثل ما شايفين راح تلاقي انه بس ترمي التوموهوك راح يطلع لك مثل شعاع ازرق. فالمهم قتل عدد معين لحديت ما تسمع صوت ذئب، تقريبا 20-30 زومبي. المهم كل مرة لازم لما ترميها يطلع شعاع ازرق لتعرف انه كنت واقف بالمكان الصح. اذا ما تعرف الاماكن شوف كيف انا واقف وقتل. المهم بس اسمع صوت الذئب معناها انه خلصت. بعد هيك لازم يكون عندك الشيد لتسوي الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها بكل بساطة لازم تدور على راس كلب لونه ازرق، فيها الراس الكلاب لونهم احمر، في نفسهم لونهم ازرق مثل ما شايفين هلا قدامكم.
فهذا الرأس له 10 أماكن. أول مكان أنتم شايفين قدامكم هلأ هون، تذكروا هالأماكن ما فينك تشوفها إلا باستعمال الشيلد. فالمكان الأول هون، بعدين على يمينه هون راح تلاقي المكان الثاني، والمكان الثالث راح تشوفوه كمان بالكاتووك على اليسار هون، والمكان الرابع على اليمين بالضبط راح تلاقوه هون، وهذا آخر مكان بهالمنطقة. بعد المنطقة اللي بعدها هون عن بيت الحارس، ما انتم شايفين في المكان ممكن يكون عندك اياه هون، بعدين ممكن يكون عندك اياه على الجهة المعاكسة له، بعدين الأماكن الأخيرة أو المنطقة الأخيرة اللي فيها أماكن ورا هون مثل ما شايفين، يا أما على اليمين يا أما على اليسار. إذا ما لقيتها على اليسار، المكان قبل الأخير راح يكون عندك اياه ورا هون، والمكان الأخير على اليمين كأنك نازل عن منطقة الدرج ورا الحيط هون. فالمهم دور على الأماكن كلها، راح تلاقي مكان واحد فيه الراس الكلب، ارمي عليه التوماهوك وراح تلاقي انه الراس اختفى، وبالتالي هيك راح تكون خلصنا الخطوة. بعد هيك كل عليك تسوي انك تدور على روح كلب، لازم تكون براوند كلاب وباستعمال الشيلد، لان هلا عندي راوند كلاب. خلك امسك الشيلد ولفلف لا تنهي الراوند، راح تلاقي عندك كلب شبح، كلب لونه ازرق، نفس معظم خطوات الاشباح بهالخطوة، بس هالمرة للكلب مو لزومبي. فالمهم لازم تدور بكل الماب، ما في مكان معين راح يكون موجود فيه الكلب، فاي خلي كلب واحد وراك مشان لا يحشروك، ولفلف بالماب كله، كل شوي سوي هولد بالشيلد. وما هو صعب، لان حتى بدون الشيلد راح تلاقي في اثار لرجلين الكلب على الارض، فبس تشوف في اثار زرقاء الحقها وراح تلاقي انه الكلب موجود. فانتم شايفين بالجيم هون كان الكلب موجود على الدرج، فاللي عليك تسويه مجرد ما تشوف الكلب تعطيه الصعقه بالشيلد، فتاكد انك شاحن الشيلد تبعك، لانه راح تنقهر لو لقيت الكلب ومالك شاحن الشيلد، راح تضطر انك تعدي راوند، تستنى 5 راوندات لا ترجع تلاقي راوند كلاب مره ثانيه. المهم بعد هيك انزل تحت على منطقه النار نفس الطريقه اللي اخذت فيها التوموهوك، وراح تاخذ التوموهوك المطور. طيب حاليا فعليا راح نبدا بخطوات كيف تطلع السكين اللي فيه 3 حجار الجديده. اللي عليك تسويه اول شيء انك تقتل 100 زومبي على هالمنطقه اللي انتم شايفينها قدامكم باستعمال السكين، فيا اما يكون عندك علكه انستاكل مع علكه الساعه، او انك تستعمل بيرك الجديد اللي يخلي النايف تبعك اقوى. فانتم شايفين هلا قاعد عم قتل عند الحوض 100 زومبي، بعدين روح واضغط مربع عنده وراح تلاقي انه عندك هتطلع ايد ماسكه شوكه ذهبيه وراح تلف بالشكل التالي. بعدين باستعمال التوم هوك المطور لازم تجيب 3 احجار. اول حجره انتم شايفينها قدامكم هون لونها اخضر، ارمي عليها التوم هوك وراح توم هوك راح يسحب لك الحجر، هي بالسلو موشن عشان تشوفه. بعدين الحجره الثانيه راح تكون عند بيت الحارس انتم شايفين هون على الطرف، حجره لونها احمر او بني تقريبا، ارمي عليها التوم هوك وراح تنسحب الحجره مثل ما شايفين. هي بالسلو موشن لانه بشكل جدا سريع، ما راح تنتبهوا له. بعدين الحجرة الأخيرة نفس المكان اللي أخذنا فيه الشوكة الفضية أول شيء، بالضبط نفس المكان، ارمي توموهوك على نفس المنطقة بالضبط، بس المرة راح يرجع لك توموهوك مع حجرة. فهم شايفين هلا رميته ورجعت لي الحجرة. أوكي بعد هيك هالثلاث حجار بعد ما تاخذهم الثلاثة لازم تحطهم على 3 أماكن أفخاخ. تيجي هون اضغط مربع راح يحط حجرة عند الفخ الأول اللي جنب بيت الحارس، فوقف هون بالضبط، اضغط مربع وراح تلاقي انه حط الحجره. بعدين الحجره الثانيه عليك تحطها عند فخ الاسيد انتم شايفين هون عند البلوعه بالضبط، تعال اضغط مربع راح يحط الحجره الخضراء. وبعدين الحجره الاخيره عند الفخ يلي بالبدايه انتم شايفينها قدامكم هلا، لازم اماكن معينه نفس ما شايفينها بالفيديو، تجي لهون وتحط الحجره هون وراح تنحط. بعد هيك لازم تجيب 100 قتله بكل فخ. ادري اللغز صعب نوعا ما، ما ادري ليش مصعبينه، واضح سلاح النهايه راح يكون جدا رهيب. فالمهم 100 قتله عند كل فخ باستعمال الافخاخ، راح تلاقي انه الاحجار هي صارت بلورات. تاخذ البلوره الاولى الحمراء عندك اياها هون، بعدين ترجع على الافخاخ الثانيه بعد ما سويت الخطوات عندها كلها وتاخذها، وراح تلاقي انه كل حجره صارت بلوره. هون البلوره الحجر الاخضر او الازرق صار عندي بلوره زرقاء، والحجر الاخضر عند فخ الاسيد راح يصير عندك بلون بلوره خضراء. بس تاخذ البلورات كلها، في شيء وحيد كمان قطعه لازم تاخذها وبعدها راح تكون جاهز. فاللي عليك تسويه انك تستعمل التليبوتر تحت الارض اللي راح يوديك عند منطقه البدايه، فانتم شايفين هلا يلي من منطقه النص عند الكافتيريا لمنطقه البدايه، فراح يطلعك هون
ولازم ترمي توماهوك وهي مفتوحة على الزاوية مثل ما شفتوها قدامكم هلا، بس تطلع منها رح تكون مفتوحة لثواني، ترمي توماهوك على الزاوية وراح تطلع لك مثل قطعة هيك، قطعة القاعدة يلي تنحط عليها البلورات راح تشوفها موجودة على اليمين هون، فتجي هون واضغط مربع راح تطلع لك على اليمين بعد ما ترمي التوماهوك تحت بالفتحة. فالمهم بس تكون جمعت القطعة كلها تعال اضغط مربع عند نفس المكان يلي بدينا في الماجماجات، فبعدين رح تطلع لك الاشباح وتسوي لك السلاح. السلاح ما هو رهيب مره، متتركم لسه له تكمله، بس التكمله ما اكتشفوها. شكله رهيب انتم شايفين مثل عصاي فيها ثلاث بلورات، ممكن البلورات لها علاقه بالاستافات تحريات كلب نوعا ما. طيب بعد ما تطلع السلاح، الخطوة الأولى اللي لسه ما نعرف تكملتها لتخلي السلاح مدموج بالشوكة هي انك تجي عند الحوض نفسه تبع البداية اللي بلشنا فيه أول خطوة، تضغط عليه مربع وراح يسحب منك السلاح. بعد ما يسحب منك السلاح راح تلاقي عند منطقة الكات ووك في مثل سكينة مرمية على لوحة، وهاللوحة عليها أرقام، هالأرقام هي نفس أرقام شخصية سال دالوكا من شخصيات موب أوف ذا ديد. وبس هذا اللي نعرفه حاليا، ما نعرف التكملة بس نعرف انه السلاح موجود، لانه الشخص من فلات لعبة نفس الجيم بلاي اللي وجدتكم اياه اول شيء طلع السلاح ولعب فيه ويدبح البروتوس بضربة واحدة. فاذا اي واحد منكم اكتشف اي خطوة يجي لي على تويتر يمنشني وراح اسوي فيديو كامل لو فعلا اكتشفت كيف تسوي هالخطوات، وكل يوتيوبر الاجانب والكوميونتي الاجنبي راح يسوي فيديو عن هالموضوع ويشكرك انت لانك انت اللي اكتشفت هالشيء. اللي اكتشف الخطوات هي شخص من فريق اليوتيوبر جليتشين كوين، وهم كتيم كلهم اكتشفوا الخطوات كيف تطلع هالسلاح، واكتشفوا الخطوة الاولى من كيف تبلش تطويره. في اي شباب اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالكومنت عن رايكم هل راح تسووه ولا لا. وبس كان معكم شركيه وشركه كيشكم في فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.